وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية. أهلا وسهلا بك معنا مهندس أحمد. يا أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك. بداية، شهدت العاصمة الفرنسية أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي توقيع عدة اتفاقيات بين المملكة وفرنسا، ما يرفع عدد الاتفاقيات المشتركة بين البلدين خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى 38 اتفاقية بين القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية تفوق 20 مليار دولار. كيف ترى أهمية تلك الاتفاقيات؟ طبعا بلا شك رحلة سمو ولي العهد من بدايتها في بريطانيا وامريكا والان في فرنسا حقيقه يعني تمشي بخطى واضحه وبرنامج واضح ماذا تحتاج المملكه في ظل رؤيه المملكه 2030 من كل دوله. طبعا احنا نعرف كل دوله لها مزايا ولها تقنيات ولها معرفه في مجالات معينه. فرنسا طبعا بلا شك هي متميزه في مجال السياحه ولها باع طويل في السياحة، ويمكن تعتبر البلد الأول في أوروبا في السياحة، وبالتالي اتفاقية العلا والمشاهد السياحية والثقافية والتاريخية في المملكة كبيرة جدا وغير مستغلة. فهذا بلا شك حيعمل نقلة نوعية في المنتج السياحي. نعم. وايضا زي ما ذكرت في مجال البترول والغاز، ايضا فرنسا لها باع طويل في مجالات تقنيه البتروكيماويات والبترول والغاز، وهذا شركه توتال وارامكو وقعوا عقد كبير جدا وغيرها من الاتفاقيات. فالحمد لله احنا اليوم المملكه تعرف ماذا تريد من كل بلد وما هي التقنيات المطلوبة، وهذا المكسب الحقيقي. بكل تأكيد أستاذ أحمد، هناك الكثير من الخبرات التي سوف يتم تبادلها ما بين البلدين، سواء بالنسبة إلى فرنسا أو بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية. ما الذي سوف تضيفه هذه الخبرات المتبادلة إلى الجانبين؟ هو بلا شك المملكة لديها خبرات، لديها براءات اختراعات في مجالات معينة، ولديها موارد طبيعية كبيرة زي ما ذكر سمو الامير انه المملكه مواردها الطبيعيه وامكاناتها لم تستغل الا بنسبه 10%. فاحنا لدينا موارد طبيعيه كبيره جدا، ليس فقط في البترول والغاز، ولكن في الاثار والسياحه والثقافه والمعادن والتعدين وغيرها. فكل هذه المجالات الان اذا ما استغلت هي راح تساهم بشكل كبير الى توظيف شباب سعودي، نقل تقنية من بلدان سبقتنا في مجالات مختلفة. والحمد لله يعني وإحنا كنا في زيارة في باريس في زيارة سمو ولي العهد، نعم، ولاحظنا من الفرنسيين الرغبة الجادة في العلاقة وأيضا قناعتهم في رؤية المملكة 2030، قناعة كاملة الحقيقة لدى الفرنسيين. رجال أعمال، إحنا قابلنا الحقيقة مئات من رجال الأعمال وكان اللقاءات مفيدة جدا وحماس كبير، والحمد لله نعتقد المستقبل القادم مبشر بشكل كبير بإذن الله. ما هو الانعكاس المتوقع لتلك الاتفاقيات على الاقتصاد السعودي؟ طبعا احنا نعرف أن المملكة تحتاج إلى توليد عدد كبير من الوظائف، وهذا محور رئيسي اللي هو محور الموارد البشرية وتنمية المواطن وخلق الوظائف. احنا زي ما يعرف الجميع أنه السعودية هي بلد شاب، 50% من مواطنيها أقل من 25 سنة. فمثل هالمشاريع مثل هالمبادرات تصب في رؤية المملكة 2030، توظف شباب سعودي، تنقل تقنيات من بلدان مختلفة، وأيضا تنمي الاقتصاد. احنا هدفنا أن يكون اقتصاد المملكة اقتصاد زي ما هو الآن من 20 الاقتصادات الكبرى، أنه يكون اقتصادات النامية والمتطورة وأيضا تنويع مصادر الدخل. ممتاز، وصلت الفكرة بشكل كامل. أستاذ المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية، شكرا جزيلا لك.